بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في ذكرنا ما يتعلق بالأعمال الشيطانية، ذكرنا السحر وأن الساحر يكفر ويقتل ولا يستتاب من السلطان، وذكرنا شيء من أنواع السحر وأن السحر أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله، ومن هو الساحر والكاهن والعراف والمنجم، كيف يعرف ويدعي علم الغيب، يخبر عما في الضمير، مكان الضالة، أشياء المسروقة. وفي العادة أخواننا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب كذبات كثيرة، والناس ما يلتفتوا إلا للكلمة الواحدة التي سمعت من السماء. وفي الغالب اليوم أنه يأتيك بأشياء يعني يتفق عليها كل الناس، صح؟ يقول مثلا تسمع خبر سعيد وتسمع خبر تعيس، وتسافر بعض أيام وتفقد شيء من أموالك وتربح شيء، صح؟ وتصنع وتصنع، حتى يعني يقول لبعض الناس، يقول أعرف تخاصمت مع زوجتك في يوم العيد، صح؟ إيه نعم. في أحد ما يتخاصم مع زوجته في يوم العيد؟ ما في. فهو يذكر أشياء يعني يقع فيها كل الناس. فبهذه الطريقة يعني عندنا اليوم شراء الجرائد والمجلات هذه اللي فيها أبراج، شراء المجلة محرم. لو نظرت في المجلة، نظرت في المجلة في الأبراج لا تقبل لك صلاة 40 يوم. صدقت يكون كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قد لا تصدق اليوم، لأن بعض الناس يقول أنا أقرأ أو أسمع لهذا الذي يقرأ الكف والفنجان وما أصدق، لكن بعد أيام قد يحدث له شيء يقول والله سبحان الله هذا اللي قريته في المجلة، هذا الساعة كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذا ما يتعلق بهذا القسم، قسم خطير جدا والله أخوانا. أحوال الطقس، إذا كان يقول إنه هذه رياح شمالية شرقية جنوبية مثلا مصاحبة سحب ركامية، نتوقع هطول أمطار بإذن الله تعالى، وأنه هذا الوقت في الجزيرة يعني يكثر نزول الغيث بإذن الله، نسأل الله من فضله، يصح؟ لكن لو قال هذا لا يخطئ نوعه، ينزل المطر ينزل، هذا شرك أكبر. طيب ثم ذكر المؤلف القسم السابع، أعمال القلوب. أعمال القلوب المحبة، محبة أخذنا فيما تقدم أن الحب على 3 أقسام، أنواع المحبة: محبة مع الله شرك أكبر، محبة في الله أو لله هذه واجب من أوثق عرى الإيمان، والثالث محبة طبيعية. قلنا من يحب في الله؟ من يعرف؟ عمل والعامل والأزمنة والأمكنة. ابن القيم يقول الأعمال كلها مبنى على المحبة. يقول رحمه الله، يقول قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد، قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. مثاله فرعون قدم محبة السلطان على محبة الله، قال وهذه الأنهار تجري من تحت، جعلها الله تجري من فوق، عذب الله سبحانه وتعالى بالسلطان. قارون افتخر بأمواله فخسفنا به وبداره الأرض، عذب بماله.
فكل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحب الولد وجاءه الولد وابتلى الله سبحانه وتعالى بأن رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، قال يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. أراد ماذا أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن ابنه يشارك في هذا، في المحبة، هذا خليل الرحمن يا رجل. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. شوف قدم محبة من؟ محبة الله على محبة الولد بعد أن جاء وكذا. ولهذا كان الجزاء جنس العمل، خليل الرحمن. وقال قال قضى الله قضى وقضى الله لا يرد، قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به، وكل من قدم خوفه من شيء على خوفه على خوفه من الله قال خوفه الله به. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قال فزادوهم زادوا خوف. نعم، فعندنا هذا باب المحبة، محبة والخوف. الخوف عندنا على ثلاثة أقسام كذلك، خوف عبادة وتعظيم وسر، فلا تخافون وخافوني. وانت ما تقدم الخوف إلا من الله. الآن مثلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حين بعض الناس يريد يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن يخاف. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، كيف أوذي في الله؟ يعني الآن تعرف بعض المجتمعات أحيانا تذهب إليها في المطار مثلا أو كذا، وانت لحية والثوب قصير وكذا، فبعض الناس يعني يستحي يقول كيف أنا أمشي أمام المجتمع، فيقدم رضا هؤلاء رضا الخلق على رضا الله، ويجعل كلام هؤلاء كالعذاب. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، يعني الخوف من كلام الناس كالعذاب، ويوافق يحلق اللحية ويطيل الثوب وكذا، يكون الجزاء من جنس العمل، سخط الله عليه، نسأل الله العافية والسلام، أسخط عليه الناس. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. معلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله بطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا قدم طاعة الخلق على طاعة الله، ولهذا كان الجزاء من جنس العمل. هذا الخوف. إذن الأول عبادة وتعظيم وسر، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني خوف محرم، وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. الثالث خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه العبد، خوف من اللصوص، من قطاع الطريق، الخوف من النار، خوف من السباع، فخرج منها خائفا يترقب. هذا أنواع الخوف ثلاثة: خوف عبادة وتعظيم والسر، صرف لغير الله شرك أكبر، خوف محرم القنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق، خوف جبلي جائز لا يلام عليه العبد، لصوص، قطاع الطريق، خوف من النار، من السباع. ما حكم الخوف من الجن؟ إخوانا خوف من الجن ما حكمه؟ اللي يعرف يرفع اسمه. نعم، خوف طبيعي. خطأ. غيره. حكم الخوف من الجن إخوانا؟ نعم. مفصل يعني. كيف مفصل؟ يعني لو الخوف اللي هو الخوف العادي زي نسبي خوف من واحد مثلا شرير. أيوه. الخوف من طبيعي. طيب. فده خوف طبيعي. وإذا كان خوف ما يصل اللي هو يعني خوف إنه يضره مثلاً. الله يفتح عليك. إذا في تفصيل. نسأل الآن، تخاف من الجن؟ قال نعم. ماذا تصنع؟ قال أقرأ آية الكرسي وأقول أعوذ بكلمات الله التامات وما أنام وحدي. نقول هذا خوف طبيعي بل أدى إلى التوحيد. الثاني تخاف؟ قال نعم أخاف. ماذا تصنع؟ قال أذبح لهم ويستعيذ بهم وكذا، فهذا شرك أكبر. طيب الثالث التوكل. ما هو التوكل؟ قال التوكل هو
الصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. ثلاثة أشياء، التوكل لابد فيه من ثلاثة أشياء: صدق وثقة وأخذ بالأسباب المشروعة. صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. يعني الآن إنسان يريد أن يحفظ القرآن وقال أنا صادق باعتمادي على الله، ثم في قرارة نفسي واثق أن الله ميسر لي حفظ القرآن اليوم أو بعد أشهر، ثم أخذ يأخذ بالأسباب يراجع ويحفظ، هذا توكل. واتل عليهم، أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآية: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، يعني مقامي فيكم وتذكيري لكم، فأجمعوا أمركم، قال اجتمعوا لا تختلفوا، واجتمعوا أنتم وشركاءكم ولا تجعلوا أمركم خفي، اجعلوا ظاهر وهو أنكم تقتلونني في هذا اليوم. استطاعوا؟ لماذا؟ لأنه قال على الله توكلت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. ولهذا حسبنا الله ونعم الوكيل لابد تكون قول المسلم عند الشدائد. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه الله. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم حصل ما حصل من الهزيمة في أحد الحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. بعد الهزيمة في أحد لقي أبو سفيان ركب جماعة من الناس، إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. قال أخبر محمد عليه الصلاة والسلام من معه أننا نعد العدة ونجمع الجموع والجيوش ونريد نقضي على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هزيمة قلة عتاد وعدة وكذا. فجاء الركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأخبروا بخبر قريش أنهم يعدوا العدة. الذين قال لهم الناس الركب: إن الناس قريش والأحزاب قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا منهم، فزادهم إيمانا. إيمانا بماذا؟ قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش على الفور بأن يتجهز. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كافينا الله، صدق وثقة، أخذ بالأسباب، أعدوا العدة، وخرجوا في أطراف المدينة ينتظروا قدوم قريش. فانقلبوا رجعوا من هذه المنطقة اللي ينتظروا فيها بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذن لابد أن يكون قولك عند الشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل، مفهوم؟ يقول بعض العلماء أنه لو لم يأتي في التوكل، لو لم يأتي في التوكل إلا آية، إلا قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، لكفى بها فضل، يكفيك من كل شيء. طيب التوكل يقسم العلماء التوكل إلى ثلاثة أقسام: الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أمور إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرف هذا لغير الله شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، هذا الشرك أصغر. بعض الناس ينفق عليه تاجر أو أمير، تسأله من أين تأكل وتشرب؟ يقول من هذا الأمير. طيب لو قطع عنك النفقة؟ قال أموت، أتشرد، أضيع أنا وأولادي، فهذا الشرك أصغر لأنه في افتقار. وإذا قال يا رجل هذا سبب وفي السماء رزقكم ما توعد، الله ما يضيعني، فهذا يصح. الثالث وكالة، الآن أنا أوكل الشيخ أن يشتري لي سيارة مثلا، يصح؟ صح، وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة والخاصة، لكن لا يصح أن تقول توكلت على فلان، ولا يصح أيضا أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، ما يمكن. تقول وكلت
فلان أي فوضت فلان، مفهوم؟ إذا ما يصح أن أقول توكلت على فلان ولا توكلت على الله ثم على فلان، ثم ما يصح، فما بالك لو قال وفلان. هذه أنواع التوكل. يبقى معنا أيضا باب ذكر المؤلف رحمه الله، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر يقسم العلماء الصبر رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى كالصبر على الصلاة والصيام والحج، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، والصبر على ما يقدر الله عليك من مرض وفقر وغيره. هذا الباب في أي قسم؟ الثالث. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فالآن ماذا تصنع بهذا الباب؟ عند المصيبة تذكر تقرأ هذه الأحاديث، تدخل على مبتلى مثلا مريض إنسان حصل له شيء من الابتلاء وكذا، إيش تصنع؟ تقرأ عليه شيء من هذا الباب من الأحاديث والآيات، صح؟ الآن إحنا عندنا الآن مثلا يدخل بعض الناس على المبتلى على المريض في المستشفى، يدخل عليه يقول له، إيش يقول له؟ يقول له مسكين وما تستاهل وقطعت قلبي، والله ما باليد حيلة، والله أنا أتقطع عليك. أوكي، إيش أصنع؟ وأنا أعرف أنه يعني ما في داعي نتكلم في السياسة أو نتكلم على هؤلاء، لكن المستشفى هذه أسوأ مستشفى في العالم، حتى هذا الطبيب يعني الله أعلم، يعني الأصل بدل أن يكتب دال يكتب سفاح، وهذه المستشفى يعني المقبر هنا في الخلف، يعني حتى هناك يعني سرداب، ما يحتاج أن يعني يخرجوك وكذا ويكفنوك، لا في سرداب، وهنا حتى ما يصلي عليك ممكن، صح؟ بعض الناس على هذا، صحيح؟ أما الثاني اللي يعرف التوحيد ويعرف شيء من كتاب التوحيد يحفظ، يدخل على المريض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس، طهور إن شاء الله، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ويسرد عليه الآيات والأحاديث. كيف يخرج من عندي؟ ما يشعر بشيء. قلنا بعض الناس تعرف عندما يقول له مسكين كأنه هذا أرحم به من الله، ما تستاهل اعتراض على القضاء والقدر، ما تستاهل، أعوذ بالله، لا يستاهل يا رجل، كم ما يستاهل؟ يستاهل، لماذا؟ لأن الله إذا أحب عبد ابتلاه، كله ما تستاهل، أعوذ بالله. طيب، ثم ذكر باب مهم وهو الرياء. الرياء سمي بهذا الاسم على وجه التغليب، يعمل العمل حتى يراه الناس، أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس، ومن رأى الله به، ومن سمع الله به. من أخلاق أهل النفاق الأصل في الرياء أنه من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. علاج الرياء، ما هو علاج الرياء؟ علاج الرياء دراسة التوحيد، لأنه بدراسة التوحيد تعظم من؟ وإذا عظمت الله ما تبالي بأحد في دين الله، صح؟ أي نعم. غضب والرضا لمن؟ لله، ولا تريد مدح الناس ولا غيره. طيب، هذا أولا. الثاني، علاج الرياء الدعاء: فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. الثالث من علاج الرياء إخفاء الأعمال قدر المستطاع. ورجل تصدق بصدقة، فما يأتي يقول والله يا أخي الحمد لله، والله من يوم بدأ الشهر وإحنا على الصيام الحمد لله،
ان شاء الله يتممنا على خير مثلا. طيب اخفاء الاعمال. الرابع من علاج الرياء عدم ترك العمل خوفا من الرياء. انتبه لهذه المسألة، لأن الشيطان إما أن يوقعك في باب الرياء أو يوقعك في باب ترك العمل خوفا من الرياء. يعني هذا الأخ الداعي الآن أراد أن يعلم إنسان هنا، وقال الموجود فلان أنا ما أريد أتكلم الآن. ليش؟ قال حتى ما يقول عني أن مجتهد في الدعوة. ترك العمل خوفا من الرياء وقع في الشرك الأصغر كذلك. أردت أن تصلي تقرأ قرآن وكذا تتخفى الحمد لله، أما أن تترك العمل خوفا من الناس هذا خروج من باب الرياء وتقع في باب الخوف من غير الله. فماذا تصنع؟ لأنه لو فتحت هذا الباب على نفسك ما يغلق. قال لا تطلق اللحية، لا تقصر الثوب، لا تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، لا تصلي بين الناس، لا تطلب العلم، لا تصنع لا تصنع تصنع، إذا تترك الشريعة كاملة. ولو فتح هذا الباب ما يغلق عليك أصلا. مفهوم؟ طيب أربع أشياء ذكرناها، من يعيد علي؟ علاج الرياء أخواننا دراسة التوحيد والدعاء إخفاء العمل قدر المستطاع وعدم ترك العمل خوف من الناس وزيارة القبور. زيارة القبور كيف لا؟ زيارة القبور من علاج الرياء، تزور القبور لأنه تذكرك الآخرة والرياء يذكرك الدنيا. صح يا رجل؟ أنت الآن إذا لعب بك الشيطان جوال هذا أو كذا، اذهب زيارة شرعية. إيش تصنع؟ تفكر في هذه الدنيا؟ إذن من علاج الرياء زيارة القبور الزيارة الشرعية. من يقول لا يا رجل؟ هذا من العلاج مهم. طيب لا لا، زيارة القبور خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تذكركم الآخرة. أنت الآن الرياء من أجل الدنيا، ولازم شيء يبعدك عن الدنيا يذكرك الآخرة، زيارة قبور، منها الأعمال الصالحة، زيارة المرضى وغيره. طيب آسف أنا. طيب ثم جاء المؤلف بباب خطير جدا، أخطر من باب الرياء، أخطر من باب الرياء. ما هو؟ باب من الشرك إرادة الإنسان المرء، إدارة المرء بعمله الدنيا، إرادة المرء بعمله الدنيا. كيف؟ يعني هو في باب الرياء أراد ماذا؟ مراءة الناس. هنا في هذا الباب ما يريد مراءة الناس، أراد الدنيا بعمل الآخرة. مثال، أنا أعطيكم مثال. الآن بعض الناس أيام الاختبارات هو ما يصلي أصلا، أيام الاختبارات يصلي وتصدق ويقرأ القرآن وما يسب ولا يتفرج شيء إلى خروج نتيجة، خرجت النتيجة رجع على ما كان عليه. إذن أراد الدنيا بماذا؟ بعمل الآخرة. داعي إلى الله وكذا وما شاء الله وقطع، قال الشهر هذا ما في مكافأة، قال الحمد لله ما في دعوة. كيف يعرف؟ نريد ضابط نضبط به، لأنه ممكن أحد يأتي يتهم الشيخ يقول هذا. الضابط ذكروا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فانتبه لا يكون غضبك ورضاك من أجل الدنيا، دائما تفكر في هذا، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قسم الناس إلى قسمين، قسم هم الدنيا، عبد دينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، فراش أو لباس
إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس تنقلب عليه الأمور، وإذا شيك يعني ما يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية وهي الشوكة فلا انتقش ما يستطيع أخرجها منه. الثاني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم طوبى من الطيبات، خرج بنفسه وبماله في أعلى ما يكون مشق الجهاد في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، يعني ظهر عليه أثر التفاني والإخلاص في العمل. إن كان في الحراسة يعني ما يريد مناصب، قال لابد أن أكون مدير مكتب الدعوة بالخفجي، لا ما يريد مدير، يريد أكون عامل، قال أنت عامل، قال أنا عامل، تصنع القهوة، قال أصنع القهوة، حارس، قال حارس، آخر الجيش، آخر الجيش. إن استأذن لم يؤذن له، ما هو معروف أصلا، يدخل على ذوي السلطة يسأل عن الدنيا، لا يشفع لمن؟ للناس، وهو لا يسأل عن الدنيا أصلا. هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم طوبى يعني من الطيبات، وانت اختار لنفسك. إذن هذا الباب أخطر من باب الرياء. كيف؟ لأنه باب الرياء قد يرائي في صلاة واحدة صح، لكن هذا اللي يصلي إمام بالناس من أجر الراتب كل صلاة يصليها نسأل عافية السلامة، شرك، يريد الدنيا بعمل الآخرة. هل يصح أنه ينوي الدنيا والآخرة بعمل الآخرة؟ يصح. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما في إشكال، لكن لابد يكون غالب همه الآخرة للدنيا، يعني يريد الدنيا بعمل الدنيا يصح، يريد الدنيا بعمل الدنيا. هذا اشتغل نجار، لماذا؟ قال آكل أنا أولادي وتزوج، يصح؟ يصح. يريد الآخرة بعمل الآخرة، أعلى المراتب هذا، يريد الآخرة بعمل الآخرة. ليش صلي بالناس؟ قال ما أريد شيء، وجه الله أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، قال يا رسول الله لم أبايع من أجل هذا، وبايعت حتى يدخل سهم من هنا ويخرج من هنا، قال إن تصدق الله يصدقك. يريد آخرة بعمل الآخرة، يريد الدنيا بعمل الآخرة، هذا هو بابنا الآن، يريد الآخرة بعمل الدنيا، استحب هذا يا رجل، أي نعم، يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة يصح، لكن غالب الهم لابد أن يكون الآخرة لا الدنيا. ها ربع ساعة، إذا نوقف إذا كان في سؤال أو شيء، بس وقف التسجيل هذا، وقفه.